أجمعين. أما بعد، فموضوع هذا الدرس هو شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 للهجرة. وهذا الكتاب هو في علم مصطلح الحديث، ويقال لهذا العلم علم مصطلح الحديث وأصول الحديث وعلوم الحديث، وكل هذه أسماء لعلم واحد. هذا العلم تعريفه يقال علم بأصول أو علم بقواعد يعرف به حال المتن أو حال السند والمتن من حيث القبول والرد. إذن علم بأصول وقواعد يعرف به حال السند وحال المتن من حيث القبول والرد. إذن هذا العلم باختصار له قواعد وله أصول. تبحث في إسناد الحديث وفي متن الحديث، وإسناد الحديث هو سلسلة الرجال الذين يروون الحديث، ومتن الحديث هو نص الحديث الذي ينقله هؤلاء الرجال وينقله هذا السند. يبحث في الإسناد ويبحث في المتن من حيث القبول وعدم القبول، القبول والرد، قبول الحديث أو عدم قبول الحديث. فائدة هذا العلم، الفائدة المرجوة من دراسة هذا العلم، الأصل في هذا العلم أنه يدرس ليتميز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، المقبول من غير المقبول. إذن فائدته تمييز المقبول من غير المقبول من الحديث. لكن هل هذا الكلام يصدق على طلاب العلم المبتدئين؟ الجواب لا، لا يصدق عليهم. فإن الذي يدرس هذا العلم وينتهي فيه، نعم، يصل في الأخير إلى أن يميز بين الضعيف وغير الضعيف. أما المبتدئ فإنه يبدأ في هذا الطريق ويسلك هذا الطريق، فإما أن يصل أو لا يصل. طيب، إذا لم يصل ما فائدة تعلمه، ما فائدة تعلمه هذا العلم؟ نقول أبرز فائدة وأوضح فائدة وأقرب فائدة من تعلم هذا العلم فهم مصطلحات أهل العلم إذا مرت عليه. فمن درس المصطلح، طالب العلم المبتدئ إذا درس المصطلح فإنه يفهم كلام العلماء إذا تكلموا. فإذا ذكروا حديثا ووصفوه بأنه مرسل فهم ماذا يريدون وماذا يقصدون. وإذا سمع بعضهم يصف حديث بأنه موضوع فهم ماذا يعني موضوع، يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعهم يقولون في حديث هذا الحديث مدرج أو هذه اللفظة مدرجة فهم أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدخلة من كلام بعض الرواة. وهكذا فهم مصطلحات أهل العلم وفهم كلام أهل العلم إذا قرأه ووقف عليه لا يدركه إذا لم يدرس مثل هذا العلم وغيره من العلوم، لأن هناك مصطلحات أخرى تدرك وتعرف من علم أصول الفقه مثلا، أو أصول التفسير وعلوم القرآن وهكذا. فمعرفة هذه العلوم لا شك أنها أولا يعرف من خلالها طالب العلم مصطلحات أهل العلم ويفهم ماذا يريدون وماذا يقصدون، وهل هم يريدون بهذه العبارة التضعيف أو التصحيح أو نحو ذلك. والأمر الثاني أنه قد يعرف أو يعني يصل بعد ذلك إلى أن يبدأ إلى أن يصبح بنفسه قادر على التمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة والحكم عليها، هذا إذا تبحر وتوسع فيها. أما الآن لا، وإن مجرد أن يفهم كلام العلماء ويدرك معاني كلامهم.